عينك على القادر مش على اللي حامل القادر. ايد من ورا وايد من ورا، ايد من ورا حمام هذا من فوق تشد على الارض. السلام عليكم. ده فيديو لشيخ كبير في السن وهو بيلعب كرة في المسجد مع بعض الأولاد، والفيديو انتشر انتشار واسع جدا وعمل ضجة وبلبلة كبيرة، وتسبب في قيل وقال وهمز ولام. اختلفت أنظار الناس إليه وانقسم آراءهم عليه ما بين المؤيد ليه ومعترض عليه. فريق يقول ما ينفعش أبدا إن الشيخ يعمل كده ببيت ربنا، وفريق يقول ما فيش مشكلة إنه يعمل كده عشان يألف قلوب الأولاد ويحببهم في بيت ربنا، والأحباش قد لعبوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على اللعب فيه. والصواب إن هذا الشيخ قد أخطأ في لعب الكرة في المسجد مع الأولاد، وأن ما فعله لا يجوز وحرام شرعا. وإن كنا نجزم إنه ما فعل ذلك استباحة لحرمة المساجد أو استهانة بقدسيتها، وإنما فعله لمصلحة من وجهة نظري وهي تأليف قلوب الأولاد وتحبيبهم في بيت ربنا، وقياسا على لعب الأحباش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للعبهم فيه. ولكن أخطأ الشيخ في اجتهاده وقياسه، غفر الله له، لما يلي: 1- أن المساجد مش ملاعب كورة ولا صلاة تدريب ولا يصلح اللعب فيها ولا شيء من ذلك فيها، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ودروس العلم وما شابه ذلك. لما بان الأعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا أن لا فرق بين المسجد وبين غيره عند قضاء حاجته، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. 2- أن المساجد لم تبنى للعب الكورة أو غيرها فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ورجل نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فإن كان يحرم إنشاد الضالة في المسجد مع حاجة صاحبها لذلك، وقد يقوم ما فقده بمبالغ طائلة، بل دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رد ضالته، وأمرنا أن ندعو عليه بعدم رد ضالته، معللا ذلك بأن المساجد لم تبنى لهذا، فيحرم لعب الكورة في المسجد من باب أولى، لأن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لما بنيت له. 3- لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وأمرنا بالدعاء على من يبيع أو يشتري في المسجد بعدم ربح تجارته. قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فإن كان يحرم البيع والشراء في المسجد، بل دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم ربح تجارته، وأمرنا أن ندعو عليه بعدم ربح تجارته، فيحرم اللعب فيها من باب أولى. 4- وجد عمر رضي الله عنه وأرضاه رجلين من أهل الطائف في المسجد يرفعان صوتهما، فأرسل إليهما قال لهما: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، أي ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان هم عمر بمعاقبتهما لمجرد رفع صوتهما في المسجد، فكيف بمن حول المسجد لملعب كورة وصال التدريب ويلعب فيها كرة مع الأولاد؟ فيحرم هذا من باب أولى. أما الرد على اللي بيقول ما فيش مشكلة أنه يعمل كده عشان يألف قلوب الأولاد ونحببهم في بيت ربنا، ما ينفعش عشان نألف قلوب الأولاد ونحببهم في بيت ربنا أن احنا نشيل هيبة ووقار بيت ربنا من قلوبهم، لأن الرسالة اللي وصلها الشيخ للأولاد إن بيت ربنا زي أي مكان في الشارع، ممكن تحوله الملعب أو صالة التدريب وعادي ينفع تلعب كرة فيه، وده غلط كبير وقع فيه الشيخ، لأن لازم وإحنا بنربى أولادنا نعلمهم أداب المساجد وإن لها حرمة وقدسية تختلف عن أي مكان تاني. وأما الاستدلال بلعب الأحباش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقرى النبي صلى الله عليه وسلم للعبهم فيه، فهذا قياس مع الفارق واستدلال خاطئ في غير محله، بل هو فهم معوج لأدلة الشرع وإنزالها في غير موضعها بما يسيء للشرع.
ونص حديث الأحبشي رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب حجرتي والحبش يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي أنظر إلى لعبهم. ولكن الفهم الصحيح لهذا الحديث أن هؤلاء الحبشة رضي الله عنهم كانوا يلعبون بالحراب في المسجد في يوم عيد، يمرنون بذلك أنفسهم ويدربونها على أعمال الحرب والقتال استعدادا لجهاد الكفار، لأن الجهاد في سبيل الله والاستعداد له بعدته وتمرين النفس على ذلك، ولا شك في أن هذا العمل من فعل الخير، لأن الجهاد في سبيل الله والاستعداد له بعدته وتمرين النفس على استعمالها للانتفاع بها عندما يدعو الداعي إلى الجهاد لا شك أن ذلك من واجبات الإسلام، لكنه سمي لعبا لما فيه من التشبه باللعب، لكون المتدرب يقصد إلى الطعن ولا يفعله ويوهم قرينه بذلك ولو كان أقرب قريب إليه كأبيه أو ابنه، وبذلك يتبين أنه لا بأس بفعله في المسجد وخاصة يوم العيد، إذ هو قربة وفعل خير في حقيقته وإن كان لعبا في صورته. أما اللعب المحض في حقيقته وصورته فهو لهو لا يجوز فعله، ولا التدريب عليه، ولا إقراره، ولا التفرج عليه، وخاصة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: الأصل تنزيه المساجد من اللعب، فيقتصر على ما ورد فيه النص، يعني لا يقاس عليها غيره، يعني ما ينفعش نلعب كرة في المسجد قياسا على لعب الأحباش في المسجد، لأن الأصل الاقتصار على ما ورد فيه النص، ما ينفعش نحول المسجد لملعب أو صالة تدريب أو نلعب فيه كرة، فده ما ينفعش في المساجد لأنها لم تبنى لهذا وإنما بنيت لما بنيت له. قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.